بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الذي يجمعنا بسماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ الحقيقة بالوقفات مع هذه الآية والمستفاد منها يا شيخ، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الكلمات في ختام الآية التي أولها قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يتميز ظلام الليل عن بياض النهار بطلوع الفجر الثاني، وهذا هو الذي يحرم عنده على الصائم أن يستمر في الأكل والشرب، بل يبتدئ الصيام عندما يرى ذلك ويمتنع عن المفطرات. نعم. من الأسئلة التي وردتنا ونرجو أن تلقوا عليها الضوء يا شيخ، يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ صالح، ما قولكم فيما يفعله البعض من المصلين المأمومين، حيث أن البعض يقوم لإتمام صلاته بعد تسليمة الإمام الأولى وقبل تسليمته الثانية؟ هذا في الفريضة لا يجوز، حتى يسلم الإمام تسليمه الثانية ثم يقوم المسبوق. قالوا إذا قام المسبوق بعد التسليمة الأولى ولم ينتظر تسليمه الثانية تنقلب فريضته إلى نافلة، وهذا فيه خطورة على سبب العجلة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج فضيلة الشيخ، يقول: ورد حديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لماذا خص الصيام؟ وأرجو أن تلقوا الضوء على هذا الحديث. نعم، هذا حديث عظيم. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإن الصوم، يقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به. ومعنى هذا والله أعلم أن ثواب الصوم لا ينحصر بعدد من المضاعفات، لأن والسر في هذا أو الحكمة في هذا أن الله قال: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولا خلوف الصائم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا حديث عظيم، وقولها الصوم لي مع أن جميع الأعمال لله سبحانه وتعالى، فلماذا خص الصوم؟ خص الصوم بأن الصوم يفارق سائر الأعمال، لأن سائر الأعمال ترى
وتشاهد حين يفعلها المسلم المصلي والمتصدق غير ذلك من الأعمال التي يشاهدها الناس. أما الصوم فإنه نية باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يطلع عليها الناس، ولذلك لا تفرق بين الصائم والمفطر إلا النية هي التي تفرق بينهما. فالصائم لا يدري عن عمله إلا الله سبحانه وتعالى ويطلع عليه. نعم، أحسن الله إليكم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، أرجو أن تكون الأسئلة مختصرة في محيط شهر صيامنا المبارك. تفضل يا أخي محمد من حائل. محمد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شهركم مبارك وعملكم مقبول انتم المستمعين. بارك الله فيك. الله يبارك. تفضل. سؤالي طال عمرك، صلاة الجمعة غير موحدة لا نعرف عندنا في المنطقة بينها أوقات كذا متفاوتة، أنا أرى أنه يوحد يعني وقت، بعضهم وقت قبل الزوال بعضهم وقت الزوال بعضهم بعده. أنا صليت في مسجد وذهبت المسجد الثاني وحصلته ما يخطب ما بدأ بالصلاة، ما أدري جائز طال عمرك يدخل معهم كتطوع ولا لأن الصلاة اللي غير الجمعة يعرف أنها يجوز. الصحيح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، يبدأ بزوال الشمس، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وعليه الفتوى والعمل في هذه البلاد. فلا ينبغي لإمام أن يبدأ بصلاة الجمعة قبل زوال الشمس. نعم، أحسن الله إليكم. هل يا شيخ للصائم أن يقوم بالسباحة أثناء صيامه وذلك لشدة الحر؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن يخفف عنه العطش والضعف بالسباحة بالماء، حتى ولو غاص فيه فإن هذا لا يؤثر على صيامه، لكن يتحفظ أن يدخل الماء إلى حلقه. نعم. يقول الشيخ عندي ربو مزمن ومستمر معي وأعاني منه كثيرا، هل يمكنني يا شيخ أن أستخدم جهاز الاستنشاق خلال نهار رمضان؟ والله هذه مسألة مشكلة، ولكن حاول بكل جهدك أن تؤخر استعمال البخاخ إلى الليل، لأن البخاخ فيه أدوية وفيه ماء، شيء من الماء ويذهب إلى الحلق، فحاول مهما استطعت أن تؤخره إلى الليل. نعم. وبالنسبة شيخ للبخور في نهار رمضان هل في شيء يفطر؟ نعم، لا يجوز أن يقصد شم البخور يدخل إلى أنفه، لأنه يذهب إلى الدماغ وينشط الصائم. إذا كان البخور في مكان من المنزل ويصل إليه رائحته فلا بأس بذلك، أما أن يقصد شم البخور فهذا لا يجوز لأنه يخل بصيامه. نعم. تفضل يا محمد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم ويجزى شيخنا الكريم حسن الجزاء. تفضلت سؤالك يا محمد. سؤالي بارك الله فيك، إذا كنت مسافرا وأفطرت هل يجوز أجامع زوجتي بعد إفطاري في السفر أم لا؟ طيب نعم، شكرا. يجوز هذا لأنه إذا أبيح لك الطعام والشراب فيباح لك الاتصال بأهلك في السفر. إذا كنتم أنت وإياها مسافرون، كنتم مسافرين، نعم، فيجوز لكم ذلك لأنك مفطر وهي مفطرة. نعم. نعم. وإذا ما أفطرت يا شيخ؟ إذا ما أفطرت لا يجوز هذا، أن تفسد صيامها. نعم. إذا أنت أنا مفطر وهي مفطر يجوز لنا الجماع. إيه نعم، في السفر. في السفر، هي في السفر. نعم. شكرا يا محمد، شكرا. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
يا شيخ، ما الحكم يا شيخ في الصائم الذي يصوم رمضان وينوي معه صيام النذر؟ لا يجوز هذا ولا يجزيه، لا يدخل صيام النذر مع صيام رمضان. يصوم رمضان أولا، وهذا واجب عليه بأصل الشرع، ثم بعد رمضان يصوم النذر الذي عليه، لأنه واجب بالنذر فيصومه بعد رمضان. نعم. نذكر الحقيقة الإخوة والأخوات بتلفون البرنامج، والذي سيظهره مشكورا مخرج هذه الحلقة لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ صالح الفوزان، 011-442-83-13 011-442-83-13. شيخنا الكريم، هل الأفضل قراءة القرآن في الليل أم ينام ويقرأ بالنهار بعد الصلوات؟ إذا كان يحتاج إلى النوم فإنه ينام ليأخذ راحته، وإذا كان إنما يحتاج إلى النوم فإن تلاوة القرآن أفضل الأعمال تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا جمع بين الصلاة والقراءة بأن يصلي نافلة ويقرأ فيها القرآن كان هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ، من أسئلة يقول: القراءة من المصحف في صلاة التراويح ومسك المصحف بالنسبة للمأموم. الإمام إذا كان لا يحفظ القرآن فلا بأس أن يقرأ من المصحف، وأما المأموم فلا، ما يمسك المصحف ولا ينظر في الآيات، لأن هذا يشغله عن حضور القلب، يشتغل بالنظر ويشتغل فهذا يشغله عن الخشوع في صلاته وحضور قلبه في صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، حديث من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ما معنى كلمة ينصرف وهذا الحديث شرحه؟ يعني ينتهي من الصلاة، إذا انتهى الإمام من صلاة التراويح أو من صلاة التهجد فإن المأموم ينصرف، وأما قبل ذلك فلا ينبغي له أن يفوت على نفسه الأجر العظيم وينصرف قبل إمامه. نعم. حديث يا شيخ: الصوم والصلاة يشفعان للعبد يوم القيامة، ما مدى صحته؟ نعم، لا يحضرني يعني درجة الحديث، لكنه مشتهر على الألسنة وعلى. نعم. أيضا يقول: أشكل علي قبل رمضان وأنا أتصفح وأقرأ في أحد الكتب حديث: إذا انتصف شعبان فصوموا. لا، العكس، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ليصوم من أول شعبان لا بأس، ولو صام من آخر الشهر. أما اللي ما صام من أول الشهر وانتصف الشهر وهو لم يصم فيمتنع عن الصيام حماية لرمضان لئلا يدخل عليه زيادة. نعم. نذكر السادة بتليفون البرنامج، سيظهر على الشاشة قريبا للإخوة الذين يتابعون الشيخ عبر هذه القناة المباركة. فضيلة الشيخ، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ألا يقاس عليه من مات وعليه صلاة صام عنه أهله أو وليه؟ لا يقاس، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، عمل بدني لا تدخله النيابة، بخلاف الصيام فإنه تدخله النيابة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ميت مات وعليه صيام هل يقضى عنه، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. فالصيام تدخله النيابة. نعم. شيخنا الكريم، التأخر في الفطر احتياطا، بعض الناس يتأخر احتياطا، لا يجوز هذا. إذا كان يرى يعني غروب الشمس بنفسه وإقبال الليل وإدبار النهار فإنه يفطر ولا يتأخر، وإذا كان لا يراه
إنه يعتمد على أذان المؤذنين في البلد ولا يتأخر احتياطا. هذا ما فيه احتياط، هذا الله جل وعلا يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فيبادر بالإفطار ولا يتأخر. نعم. وصلنا هذا السؤال الشيخ صالح، يقول السائل: أثناء قيادة بعض الناس لسياراتهم وقبيل الغروب وهم صائمون ومع اشتداد الزحام يتلفظون بألفاظ نابية تصل إلى السباب والشتيمة لغيرهم، فما حكم صيام هؤلاء؟ هؤلاء صيامهم صحيح، ولكن يأثمون على التلفظ غير المناسب أو السباب أو الشتم، هذا يأخذ أجر الصائم أو يأخذ منه، وهو لا يبطل الصيام لكن قد يبطل الثواب أو ينقص الثواب. نعم. هذه الأخت السائلة أرسلت بسؤال يخصها ويخص البعض من الأخوات النساء. تقول السائلة: أم عبد الله، إذا طهرت النفساء قبل 40 هل تصوم وتصلي أم لا؟ نعم، إذا انقطع عنها الدم قبل 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي لزوال المانع من الصيام والصلاة وهو نزول الدم. نعم. إذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر يا شيخ؟ نعم، إذا كان باقي من 40 شيء وعاودها الدم فإنها تفطر من أجله، لأنها ما زالت في مدة النفاس. نعم. معنا محمد من الخبر، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. أنا أستعمل بخاخ هذا اللي أشفط منه، يطلع منه حبوب، لأجل عندي حساسية في الصدر، فهل هو يفطر ولا ما يفطر؟ نعم. الشيخ أجاب قبل قليل عن بخاخ الربو يا شيخ. نعم. بخاخ الربو نعين، هذا شفط يطلع منه هذه الحبوب بس. كيف علاج يعني حبوب؟ لا بخاخ هو بس إنه شفط. بخاخ. أيوة، شكل دائري، ما هو من البخاخ اللي يبخ بالموية. بخاخ زي البودر يا شيخ يقول. إيه نعم. كله سواء. البودر أو الماء أو كل ما يدخل إلى الجوف فإنه يفطر الصائم فيؤخره إلى الليل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، يقول السائل: لماذا خص وقت السحر بالاستغفار؟ قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، لأن ختام الليل وختام صلاة الليل تكون بالاستغفار، والاستغفار ختام لجميع الأعمال، ختام للعمر، فسبح بحمد ربك واستغفره، هذا ختام عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يستغفر إذا رأى العلامة التي تدل على قرب أجله صلى الله عليه وسلم، فإنه يختم عمره بالإكثار من الاستغفار. الاستغفار بعد الصلاة بعدما يسلم فإنه يستغفر 3 مرات، ثم يأتي بالأذكار التي بعد السلام. الاستغفار ختام المجالس أيضا، حينما يريد القيام من المجلس يختم ذلك بالاستغفار. نعم. يقول في الآية يا شيخ وقفات، في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، يعني دلالات، آيات يعني دلالات لأصحاب العقول، الألباب معناها العقول، لأصحاب العقول يستدلون بهذه المخلوقات العظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأيضا على منته على عباده في خلق السماوات والأرض وما فيهما من المنافع للناس. نعم. هذا سؤال وردنا من أحد الإخوة، يقول الشيخ صالح حفظكم الله، نحن نحبكم في الله وندعو لكم ونتابع
فتاواكم جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أنا من ضمن فريق العمل في طاقم طائرة، فكيف أصوم يا شيخ خلال شهر رمضان خلال سفري بين بلدين في المغرب وتستمر الرحلات لفترات طويلة؟ إذا كان السفر بالطائرة يبلغ مسافة القصر 80 كيلو فأكثر فلك الإفطار، لأن هذا سفر. أما إذا كان المسافة أقل فلا يجوز لك الإفطار، لأنك في حكم الحاضر في البلد. نعم. يقول له فقرة أخرى، يقول: هل صلاة التراويح 20 ركعة سنة أم 8 ركعات، وما الراجح فيها مأجورين؟ الراجح التفصيل، إن كان يطيل القراءة والركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فإنه يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة، وإن كان يخفف القراءة والركوع والسجود فإنه يصليها 23 ركعة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ عن حكم صيام من شرب في وقت شك في طلوع الفجر. نعم. ما حكم من صام وشرب في وقت الشك في طلوع الفجر؟ إذا شك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، ولكن إذا كان في بلد وحوله جماعة وحوله مؤذنون يعتمد على ذلك. نعم. هل الاعتكاف من يوم 17 من رمضان جائز؟ الاعتكاف جائز، ليس لأقله حد، يعتكف يوم، أيام، شهر، كله جائز، لا حد له، ولكن الأجر على قدر أيام الاعتكاف. نعم. فضيلة الشيخ، الاعتكاف هل هو خاص برمضان وما هي شروطه؟ ليس الاعتكاف خاصا بشهر رمضان، لكنه في شهر رمضان أفضل لشرف الزمان، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعتكف في رمضان، يعتكف 10 الأوسط في الأول، ثم انتقل وصار يعتكف 10 الأواخر حتى توفي صلى الله عليه وسلم. نعم. معنا اتصال حسن. طيب، انقطع الاتصال. الآية، يقول: ما معنى الآية في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ واضح المعنى، أن المعتكف لا يجامع زوجته في الاعتكاف، لأن هذا يبطل الاعتكاف، جماع زوجته يبطل اعتكافه. نعم. الخروج للمعتكف يا شيخ بالنسبة للأكل وقضاء الحاجة والزيارة، الخروج لأجل الحاجة التي لا بد منها مثل قضاء الحاجة والوضوء أو إحضار الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر له الطعام والشراب، لا بأس بذلك ولا يقطع الاعتكاف. نعم. يا شيخ، هل ورد حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وما المراد به؟ نعم، ورد حديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فيدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة لأنها فترة إجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بقية السؤال. يقول بالنسبة لخروجه لفضيلة الشيخ للزيارة، المعتكف لا يخرج للزيارة إلا إذا كانت زيارة خفيفة، يعني يمر على المريض ويسأل عن حاله ولا يجلس، بل يرجع إلى المعتكف. نعم. يقول: قرأت يا شيخ، ما أدري هل هو حديث أم لا، أطلب العلم ولو في الصين. هذا على الألسنة ولا أصل له. نعم. الشيخ يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد المئزر، ما المراد بهذا؟
يوقظ أهله عليه الصلاة والسلام للصلاة، لصلاة الليل. وهذا الدليل على أنه يستحب لصاحب البيت أن يوقظ أهله وأولاده ليشاركوا في قيام الليل مع المسلمين. وشد المئزر قيل معناه أنه اجتهد، أنه اجتهد في الصلاة والدعاء والاستغفار، وقيل معناه أنه يجتنب أهله، يجتنب الجماع في الليل. نعم. نعود إلى الاتصالات ونأخذ عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن من المدينة النبوية. عليكم. عليكم السلام. أنا أطول عمر ناوي العمرة من المدينة. نعم. اتجهت إلى جدة شغل مدة يومين، والحين بأحرم من جدة، هل يجوز؟ والنية كانت من المدينة بأخذ عمرة. لا يجوز لك الإحرام من المدينة، لا يجوز لك الإحرام من جدة وأنت ناوي من المدينة، تحرم من ميقات المدينة من أبيار علي. الله يجزاك خير. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما مكان إخراج زكاة الفطر، وما حكم من ترك زكاة الفطر؟ زكاة الفطر واجبة ولا تترك، وهي زكاة عن البدن، يخرجها في البلد الذي حضر فيه، الذي حضر فيه نهاية الشهر، يخرجها في البلد، وإن وكل في بلده إذا كان مسافرا وغائبا عن بلده، وكل أحد يخرجها في بلده فلا بأس. نعم. هذه امرأة يا شيخ تساهلت في قضاء رمضان 5 أيام لدورتها الشهرية، فدخل رمضان الآخر، ماذا تفعل؟ إذا كان لغير عذر تأخيرها القضاء حتى قدم عليها رمضان الجديد من غير عذر، فعليها أمران: أولا أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان الحاضر، والثاني أن تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير لغير عذر. نعم. وردنا أيضا هذا السؤال يا شيخ، يقول السائل: منذ 10 سنوات تقريبا كان بلوغي، غير أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه، فهل يلزمني الآن قضاء، وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة؟ نعم، يلزمك القضاء عن رمضان الذي وافاك وقد بلغت الحلم ولم تصم، يجب عليك القضاء لأنه باق في ذمتك، عليك أن تقضيه. وأما الإطعام فإذا أطعمت عن كل يوم مسكينا مع القضاء فهذا أحوط وأتم. نعم. طيب، معنا المتصل رجاء من عنيزة، تفضل. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مساءكم خير، طول عمرك أنت الشيخ، الله يطول بعمره إن شاء الله ويحفظه. آمين آمين. جزاك الله معنا إن شاء الله. جزاك الله خير. آمين. تفضل. أنا طول عمرك عندي سؤال بالنسبة، يعني السنة الماضية أفطرنا رمضان يوم واحد وإحنا مسافرين لعمرة، ويوم جاء يوم الوقفة يوم 9 قالوا خلاص يجوز أن تصوم يوم اليوم هذا اللي هو رمضان التنويه بيوم 9، هل هذا صحيح؟ طيب. لا، ما هو صحيح. يوم عرفة يوم مستقل، صيامه مستقل سنة، وأما قضى يوم رمضان هذا واجب، ولا تخلط هذا مع هذا. نعم. طيب وش كفارة يا شيخ؟ المسألة فاتت علينا، أنت قضيت اليوم. نعم، أنا قضيت بنفس اليوم 9. أنت ناوي عن رمضان ولا عن عرفة؟ لا، أنا هو أنا سألت واحد، يعني أنت تعرف إنه يلبلو عندنا، يقول لا أنوي بس يوم 9 عن رمضان خلاص يجوز، فأنا نويت عن رمضان. إذا نويته عن رمضان أجزع عن رمضان، ولكن لا تحصل على أجر صوم يوم عرفة. نعم. جزاك الله خير. شكرا يا رجاء. هذا سائل يقول: رجل دخل المسجد والإمام يصلي التراويح، ودخلت معه في الصلاة، ولكن الإمام لم يجلس للتشهد وربط 4 ركعات متواصلة، وبعد السلام للإمام سجد ركعتين عبر التشهد الأول، هل عملي صحيح؟
نعم. يقول: رجل دخل المسجد والإمام يصلي التراويح، ودخل معه في الصلاة، ولكن الإمام شيخ لم يجلس للتشهد، وربط 4 ركعات متواصلة، وبعد السلام الإمام سجد 2 ركعة عن التشهد الأول. يقول: هل عملي هذا صحيح؟ هذا ما هو بتشهد أول، هذا تشهد السلام عن الركعتين الأوليين، ما هو بعنه، لكن يجوز أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد هذا في النهار، أما في الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام إلى الثالثة فإن ذكر قبل أن يعتمد يلزمه الرجوع والجلوس للتشهد والسلام، وإن كان شرع في القراءة فإنه يكمل 4 ويسجد للسهو كما ذكرت. نعم. يا شيخ، يسأل الأخ السائل عن الأماكن التي تستجاب فيها الدعوات. الأماكن التي تستجاب فيها الدعوات مثلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، المساجد التي تشد إليها الرحال ويسافر إليها لأجل الصلاة فيها، فهذه الدعاء فيها والصلاة فيها أفضل من غيرها. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه. نعم. محمد من جازان، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الشيخ جزاه الله خير، عندنا جيران نصارى وفي مناسبات الزواج يعطونا ذبائح حي نذبح، ونحن كذلك نعطيهم ذبائح حي، هم يذبحوا على طريقتهم ويأكلوا، هل فعلنا هذا صحيح؟ نعم. يقول: تبادل الأكل أو الهدايا بين المسلمين وغير المسلمين شيخ، إن كان الجيران لا بأس بذلك، إذا كانوا جيران لكم فتحسنون إليهم، يعني لهم حق الجوار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا مسلمين فلهم حقان، حق الجوار وحق القرابة. نعم. أحسن الله إليكم. أيهما أفضل يا شيخ صالح، 10 ذي الحجة أو 10 الأخيرة من رمضان؟ يقولون إن ليالي 10 الأخير من رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة، وأيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام، بالعكس يقولون إن أيام 10 رمضان أفضل من أيام 10 ذي الحجة، والليالي كذلك، أيام ليالي 10 رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة. نعم. الدعاء عند الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، والزيادة عليه الشيخ صالح؟ لا بأس بالزيادة. السؤال الأول، نعم، اللي قبل هذا. طيب الشيخ، نعم، ليالي 10 ذي الحجة أفضل من ليالي 10 من رمضان. نعم. والأيام، أيام 10 رمضان أفضل من أيام 10 ذي الحجة. نعم. طيب، جزاك الله خير، وضح هذا. شيخ، من نام بدون سحور طوال الشهر بالنسبة للصيام ماذا نقول عنه؟ يعني يواصل الصيام؟ لا، يعني ما يتسحر طول الشهر يا شيخ، ينام ويقوم لصلاة الفجر. هذا خلاف السنة، السنة أنه يتسحر يتقوى على الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، فلا يجوز له أن يترك السحور، بل يتسحر عند طلوع الفجر. نعم. تفضل يا راعي من عسير معنا على الخط. مساك الله بالخير أنت والشيخ والمشاهدين. الله يحييك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. في عندي الله يحفظك، عندي زوجتي رابطة لولب وينزل معها أثناء الوضوء دم، فما أدري هل هذا ينقض صومها أم لا؟ هذا السؤال الأول. عندي طيب سؤال لحظة يا راعي، يجاوب الشيخ. إذا كان هذا الدم دم نزيف فإنه لا يبطل الصوم، أما إذا كان دم حيض فإنه يبطل الصوم. نعم، تفضل السؤال الثاني يا راعي. السؤال الثاني أفاد الشيخ الله يحفظ في استخدام البخاخ، قد سألنا مشايخ قبل كذا وقالوا لا بأس فيه، واستخدمت الشهور كثيرة لأن الربو عندي مزمن، فما أدري ما إيش أعمل في الشهور اللي فاتتني، أنا أيام كثيرة وشهور كثيرة استخدمت البخاخ فيها. إذا كنت بنيت هذا على فتوى من العلماء فلا بأس بذلك، أفتوك وأنت عملت بفتواهم. نعم، باقي شيء راعي؟ لا لا، الله يحفظك، شكرا على اتصالك وأسئلتك، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يقول: ما المراد بالنفل المطلق؟ وهل التنفل بين المغرب والعشاء جائز؟ النفل المطلق هو الذي لم يحدد بوقت، والتنفل بين العشاء نعم والمغرب، بين المغرب والعشاء، المغرب والعشاء هذا طيب، هذا من قيام الليل وفيه فضل عظيم كما جاء في الأثر وفي حديث أنه هو صلاة الأوابين. نعم، أيضا له فقرة تابعة لسؤاله الشيخ صالح حفظك الله، يقول: صلاة النافلة في وقت النهي ما الراجح فيها؟ الراجح أنه لا يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات فلا يصليها. نعم، من الأسئلة التي وردت الأخت أم مرام تقول: بالنسبة للمرأة الوالد والمرضع والصيام فماذا تعمل؟ نعم، المرأة الوالدة والمرضع، الوالدة التي ولدت ولدا وأرضعت، التي ولدت ولدا هذه نفسة. نعم، هذه ما تصوم لأنها نفسة. والمرضع، والمرضع إذا صارت تحتاج إلى الإفطار لأنها تضعف مع الرضاع فإنها تفطر وتقضي، هذه المرضع إذا كان الإرضاع يضعفها. نعم، فإنها تفطر لأجل إرضاع الطفل، لأجل إرضاع الطفل وعدم النقص في غذائه تفطر وتقضي من أيام أخرى، هذا عذر من الأعذار الشرعية للإفطار. نعم، نأخذ المتصل عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم. أنا الشيخ. عليكم السلام. إن شاء الله يجزاك خير. تفضل. هذا أخوي عنده غسيل كلى ثلاث مرات في الأسبوع، عنده ربو مزمن، مش عليه بقى الصيام، هو كيف يعني الصيام ولا ما أدري شلون طريقة يعني الصيام. طيب اسمع الإجابة. ودعاك لهم يا شيخ الله يجزاك خير. شكرا. في الأيام التي يغسل فيها يقضيها، لأن الغسيل هذا يدخل إلى جوفه وفيه أدوية وفيه أشياء مصاحبة للغسيل، فيقضي الأيام التي يغسل فيها الكلى. نعم، والسؤال الثاني. جزاكم الله خير. أحسن الله. جزاك الله خير. الله يجزاكم خير. طيب سؤالك الثاني يا راح. طيب حفظكم الله. فضيلة الشيخ، رجل مريض أخبره الأطباء بأن الشفاء ممكن، فهل يجزئه الإطعام؟ مريض؟ نعم، وأخبره الأطباء بأن الشفاء ممكن إذا صبر، هل يطعم يا شيخ؟ لا، ما يطعم، إذا كان يقدر على القضاء يفطر من أجل المرض ثم يقضي من أيام أخر. نعم، الأخ الذي قبل قليل سأل عن مرضى الكلى، وبالنسبة للصلاة فضيلة الشيخ، إذا كان يدخل مثلا الظهر ويخرج قبيل المغرب، إذا كان يدخل الغسيل قبل دخول وقت الصلاة فإنه ينوي تأخيرها ويصليها مع الصلاة التي بعدها جمع تأخير، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء،
أما إذا كان وقت الصلاة يدخل قبل الغسيل فإنه يصليها قبل أن يدخل في عملية الغسيل، لأنه أدرك جزءا من وقتها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غدا في النهار، هل يجوز له أن يبيت نية الإفطار؟ لا، لا يفطر حتى يفارق عامر البلد، حتى يفارق عامر البلد الذي سافر منه. نعم. تفضل يا أحمد معنا على الخط. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. أسأل الله أن يبارك فيك. آمين. جزاك الله. تفضل. طال عمرك، أنا عندي سؤال. تفضل. أنا اشتريت أرض وبنية التجارة، وكنت أزكيها كل سنة، فاتضح لي هذه السنة أنه المخطط موقف عشان في تعديات أو مشاكل كذا، فهل نستمر في الزكاة أو نوقف؟ طيب، عنده أرض فضيلة الشيخ، يقول اشتريتها منذ زمن وأريد أن أدفع الزكاة لهذه الأرض، هل على الأرض زكاة إذا كانت تعد للسكنة؟ لا لا لا، إذا كانت تعد للسكنة أو العقار ما عليها زكاة، أما إذا كان ينويها للبيع فإنه يقومها بما تساوي عند تمام الحول عليها ويزكيها. طيب. لا، سؤالي نعم، سؤالي ما هو بالصورة هذه. تفضل. السؤال، طال عمرك أنا اشتريت أرض للتجارة فتوقف المخطط، يعني في مشاكل في المخطط فلا أقدر أبيعها ولا أقدر أتصرف، هل أكمل الزكاة؟ السؤال واضح؟ طيب، أنت ناويها للبيع؟ أنا ناويها للبيع، بس الحين موقف المخطط للمحكمة، فلما راجعت المحكمة المحكمة قالت لي يا ولدي يا إنك نعطيك. يبدو أن هناك خلاف في الأرض، يراجع في ذلك المحكمة. طيب، شكرا لكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردتنا عند دخول العشر الأخيرة من رمضان، هل تخص بمزيد من العمل الصالح أو مثل ما دخل رمضان؟ ما في شك أن العشر الأواخر من رمضان تخص بعمل أكثر من العمل في أول رمضان، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت عليه العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله، فهو يجتهد فيها أكثر من غيرها، لأنها ختام الشهر، ولأنها أكثر ما ترجى فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. نعم. يقول الشيخ، ما ضابط خروج الدم من الصائم، وهل يفسد صيام من خرج منه دم من حادث أو من ضربة بالباب؟ من خرج منه دم بغير اختياره كحادث أو إصابة فلا يضر، هذا صيامه صحيح لأن هذا بغير اختياره. نعم. تفضل يا أحمد من جدة. يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، أنا اشتريت أرض بنية التجارة. نعم. اشتريت أرض بنية التجارة، فالمخطط الآن في تعديات، أنا لا أقدر أبيع ولا أقدر شيء، هل أكمل الزكاة أم لا؟ سؤالي واضح. إذا أنك ما تمكنت منها بسبب أنه ما بعد سلمت المخطط أو ما سلمت الأرض فليس فيها زكاة، لأنك لم تتمكن منها ولا تتمكن من بيعها. لا، أنا متمكن منها، عندي الصك، بس رحت المحكمة، المحكمة قالوا لي نعطيك تعويض يا ولدي ولا نعطيك فلوسك، ما في مشكلة، هل أستمر في الزكاة أم لا؟ ما في من السؤال. طيب، شكرا لك، أجابك الشيخ قبل قليل ولعلك تقتنع بذلك، شكرا لك يا أخي أحمد. يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للسواك، استخدام السواك طول اليوم فضيلة الشيخ، هل في ذلك بأس مع أن بعض الفتات للسواك يدخل إلى الحلق؟ لا بأس بالسواك في كل يوم الصيام،
وأما فتات المسواك يلفظه، وإذا دخل شيء من غير اختياره فلا حرج عليه. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. من صام في بلد ثم سافر إلى بلده الأصلي هل ماذا يفعل؟ يفعل يتابع البلد الذي هو قدم عليه. نعم. من أسئلة الإخوة والأخوات فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بأنه مشترك مع مجموعة في الجمعية وتسمى الجمعية التعاونية بين الزملاء، يأخذ الأول الجمعية ثم تدور عليهم، ونعمل هذا في شهر رمضان. في شهر رمضان وغيره هذه جمعية التقارض. نعم. أنا أرى أنها لا تجوز، لأنه قرض مشروط في قرض، فأنت تقرض زملائك بشرط أن يقرضوك، هذا أرى أنه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعتكف الصائم في بيته إذا كان يخشى أكثر من إذا صلى لوحده؟ الاعتكاف يا أخي لا يكون إلا في المساجد، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في المسجد، وفي الحديث لا اعتكاف إلا في مسجد، فلا يجوز الاعتكاف في البيوت. نعم. شكر الله لسماحة شيخنا العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم عبر هذه الساعة التي قضيناها معه. جزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، ورفع ذكره في الدارين. أشكر الحقيقة جميع فريق العمل من المصورين والفنيين والمخرجين، كما أشكر زميلي عبد الرحمن بن سعود العجيان الذي استقبل الأسئلة المعدة بالفاكس. شكرا للجميع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.